دلوقتي ابتدينا ان احنا بنستعد ان احنا ان شاء الله باذن الله نرجع تاني المدارس، بس طبعا هيبقى برغبه اولياء الامور. في ناس هتبتدي تودي ولادها المدرسه، وفي ناس هتقولك لا انا مش عايزه اودي ولادي المدرسه وخليهم يفضلوا يتعلموا عن بعد جوه البيت. نعمل ايه بقى؟ نعمل ايه؟ بصي هقول لك على حاجه، اللي متعود فهو مكمل على ما هو عليه، وممكن نديله تيبس شويه في الاخر لان احنا بقالنا اوريدي حبه في الاونلاين. اللي مش متعود بقى او الحبه اللي قعدناهم في البيت، محتاجين نبتدي ناهل بقى الاطفال، رغم ان الموضوع يبان سهل بس كميه عارفه اللي هو روح وارجع، لا هنقعد، لا مش عارفه ايه. فالطفل محتاج يتاهل انه يبتدي يتسيستم على الروتين اللي كان موجود. فانت مثلا ما كنت تقولي النوم، في ناس بتستهين جدا ممكن، او مش بتستهين، ما تبقاش عارفه اهميه النوم للطفل. يعني هو دلوقتي مفيش ميعاد، مفيش تلحق تلبس، ده لا في الاونلاين وخلاص بتصحى تقعد، لكن هنا دلوقتي في طريق وفي لبس وفي توصيل، ولو لينا اخوات في حته تانية بنوصلها، ففي وقت، في وقت في النص محتاجين نوم هو يناموا علشان خاطر هيصحى بدري اكتر. صحيح. لان النوم بيأثر جدا على مدى تركيز الطفل، وبيأثر جدا على المود بتاعه. وفي ناس كمان ما تعرفش انه النوم يعني بيأثر ساعات بسبب سمنه للاطفال، قله النوم، فلانه بيلعب في الهرمونات، فيبتدي الطفل يبقى عايز حاجات مسكره وحاجات كده كتير. طبعا فمحتاجين نظبط النوم، هنبتدي نرجع بقى واحده واحده، ساعه مش عارفه ايه، يعني ايه ده لو بنتكلم على تاهيله جسديا على الاقل. طيب لو خلي لو خليني اقول لك ان الاطفال يعني معظمهم عن تجربه شخصيه، برضو نحكي لك تجاربي الشخصيه، انه الالتزام عندهم بقى في الاونلاين. يعني انا ابني الصغير ده ممكن ينام عادي في وسط الاونلاين، ما هو موجود يقرر ان هو ينام، او ان هو يعتمد انه في طريقه هيتهرب منها من الالتزام. ازاي نرجعهم ملتزمين تاني؟ ازاي في الاونلاين برضو تقصدي؟ في الاونلاين للي هيختار ان هو يكمل دراسة عن بعد. بصي خلينا نفهم انه في الاخر يعني نكون واقعيين، انه النسبة مش زي لما بتبقى المدرسة قدامك، ده لينا كلنا يعني، حتى الكبار لو عندهم اللي بيعمل ماسترز او بيعمل اي حاجة ماجستير او ده بيحضر بيحاول يركز، بس ممكن 80% عن الوقت العادي اللي هو لما بتتكلمي فيس تو فيس. لكن نحاول نعمل ايه؟ نحاول الطفل بيزهق بالذات السن الصغير، فمحتاجين نبتدي نغير له المكان. لو هو بيحب، انت رايك تاخد مثلا الحصه دي هنا مثلا والحصه الثانيه في مكان مثلا في الصاله، تبان حاجات سهله بس هو بتفرق معاه. طيب تعالى نحط سيستم لليوم، انت بتحب مثلا تاخد السناك او ما بين الستيشنز ايه مثلا؟ تعالى نعمله مع بعض. يعني هو شاركيه، لانه الموضوع فعلا صعب عليه ومجهد حتى على عليه وعلى الجهاز العصبي عنده، انه يفضل مركز كل ده. فلازم في النص هو يحس ان هو مشارك معاكي، فمش ان انا بقول له بص روح هنا اقعد هنا ذاكر ده ما ذاكرش ده، فبتحسيه خلاص هو زهق، هو طول الوقت عمال بيسمع في تعليمات. فتغيير الاماكن مطلوب، اشراكه في الخطه بتاعتنا شكل روتيني اليوم مهما كان شكله بسيط، ما تستهونيش، بيرفع من معنوياته فبيبتدي يسمع كلامك اكتر ويحاول يركز اكتر. وفي نص السيشن بتبقى في حاجه حلوه، وارجح طبعا يعني المدرسين او لو احنا نعرف نعمله، الطفل لازم يقوم يتحرك كل شويه، يعني مش هيفضل قاعد طول السيشن، يعني ممكن شويه يقف في النص، يبقى في بريك حتى في الدقيقتين ثلاثه، قوموا اتحركوا نطوا اي حاجه ويرجعوا تاني، ده يخليه يقدر يركز تاني من الاول. طيب اي خليني اقول لك برضو ان فكره النزول من البيت، انت عارفه في بعض الاسر لما ابتدى موضوع كورونا يمكن من السنه اللي فاتت مش من السنه دي، اللي هو وقفوا كل حاجه. يعني مثلا اللي كان بيروح تمارين، في ناس ما كانتش بتودي ولادها اي تمرين، خصوصا اللي تمارينهم كانت بتحتاج التمرين جوه صالات مغلقه، او اللي بيلعبوا رياضه محتاجه اماكن مقفوله. اللي كان مثلا بيروح يتعلم مزيكا في مكان، او بيروح مثلا ارت سنتر او كده، ما بقاش بيروح. وبالتالي فكره الاكتيفيتي بشكل عام ما بقتش موجوده، مش بس الحركه للمروح والمجيء من المدرسه. هي الفكره كلها انه اول حاجه، يعني انا شخصيا عملت كده بصراحه، يعني اول حاجه بروح بتكلم الحد المسؤول عن المكان ده، احنا عايزين ناخدهم بره، احنا عايزين ناخدهم في مكان مفتوح، هل ده متاح ولا مش متاح؟ ولو مش متاح بقى حاجه كويسه قوي انه بقى ناس كتير قوي بتمرن زي مثلا جمباز والحاجات دي اونلاين برضو، يعني بيتحرك الطفل، حتى في مدارس بتعمل الحصه بتاعت الالعاب بتفضل شغاله والطفل بيفضل يتحرك. ما عرفتش اوديه خالص، انا لازم ابقى عارفه ازاي هحرك ابني، فانا خلاص انا الفتره دي خلاص انا لا عايزين يعملوه بره وانا قلقانه جوه المكان مغلق بزياده ومش عارفه اعمل اونلاين او لايا كان السبب، ابتدي اخد طفل
ينزل بالعجله في الشارع في جنينه، لازم يتنطط لازم يتحرك، لانه غير كده هتلاقيه هو مش هيعرف يركز في ولا حاجه تانية، موده في البيت هيبقى وحش جدا جدا، ابتدي ياثر بقى على نفسيته. ومش عايزين الطفل، لانه في الاخر ان شاء الله الكورونا دي هتوصل لنهايه، مش عايزين لما توصل لنهايه يبقى الطفل خلاص انعزل عن العالم، هو ما بقاش بيشوف صحابه وبيشوف مدرسين وبيشوفش اي حد ولا بيتحرك، فمش مش هنوصله لده. لازم ولازم يبقى دايما في كونتاكت او وسيله اتصال مع اصحابه بره قصه الدرس الاونلاين او اللي هو الحصص اللي بيحضرها، يكلموه يصدروا يعملوا، حتى عارفه في ناس كانت بتقترح زي ان هو يعملوا زي حفله، كل واحد هيلبس لبس وكل الصحاب هيتجمعوا على مثلا سكايب او واتساب.